والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في كل مكان. اليوم حبيباتي هنعمل الجيب بطريقة سهلة. الجيب بينفع في الجاكيت، بينفع في البلطو، بينفع يعني بينفع في أي حاجة أنت حابة توظفيها فيه. هنعمل الجيب بطريقة سهلة إن شاء الله. هجيب قطعة مستطيلة من القماش بالشكل دوت، قطعة مستطيلة من القماش بالشكل ده. عايزة أعمل القلابة بتاعت الجيب دي يكون عرضها 3 سنتي، في حد بيعملها 4 سنتي، في حد بيعملها 3 سنتي، في حد بيعملها 2 سنتي، على حسب ما أنتي حابة تعملي عرض القلابة بتاعت الجيب دي قد إيه. إحنا هنعملها 3 سنتي، فأنا هجيب القطعة دي كده بالشكل ده أهي، 3 سنتي و 3 سنتي، يعني 3 سنتي فوق و 3 سنتي تحت، يبقى 6، وهحتاج سنتي خياطة وسنتي خياطة لما اتنيهم كده يبقى 8. يبقى أنا هجيب قطعة عرضها 8 سنتي وهي متنية، عرضها عفوا 4 سنتي وهي متنية، و 8 سنتي وهي مفرودة بالشكل ده، تمام؟ هروح جايبة دي كده تانياها بالشكل ده، وهحاول آخد العلامه بتاعت الثلاثة سنتي اللي انا محتاجاهم كده بالشكل ده علشان يبقى الجيب عندي تمام اهو. هاخد كده اسهل حاجه اني اعملها ان انا اروح جايه على المقدار ده او العرض ده واقفله كده بالعرض المظبوط جدا. بحيث يكون لما اجي اقيس الجزئيه دي تطلع لي 3 سنتي، الجزئيه دي تطلع لي 3 سنتي، الجزئيه دي تطلع لي 3 سنتي، على حسب عرض القلابه دي انا عايزاها قد ايه. طب انا عايزاها 2 سنتي فرضا، انا اهو هروح معلمه برده ال 2 سنتي بالشكل ده اهو، هعلم ال 2 سنتي كده بالشكل ده، ادي 2 ادي 2، وهوصلهم ببعض كده علشان يكون العرض بتاعي مثلا اهو، عشان العرض ده يصفي لي على 2 سنتي. انا على حسب ما انا عايزه، عايزه 3، عايزه 2، عايزه زي ما انا حابه، ان يعيني ان يكون العرض ده مظبوط. طيب انا لو خليتها على 2 سنتي معناها اني هشيل الزياده دي اللي تحت اهي كده، وهخلي 1 سنتي فقط هو اللي تحت. يبقى انا على دي هجيب على 2 سنتي كده واخلص اهو كده بالشكل ده، هخيطها كده بحيث المسافه دي تكون عندي ثابته 2 سنتي او 3 سنتي على حسب ما انا عايزه، تمام؟ هجيب طبعا انا عشان اقص اشتغل الشغل دوت، عشان اعمل الجيب دوت هحتاج ايه؟ هعمل طرفين للجيب بالشكل ده، وهعمل القلابه بالشكل دي بالشكل ده. طيب فهعمل ايه؟ هجيب الكم كده على الوجه ده، وجه الكم، هخيط عليه. طبعا قبل ما نتكلم عايزه اقول ان القلابه دي اللي انا هعملها للكم دي هيكون عرضها 14 سنتي او 15 سنتي، وهسيب 1 سنتي شمال و1 سنتي يمين، او 2 سنتي شمال و2 سنتي يمين، زي ما حضرتك هتحبي تعملي. فانا هعمل كده مثلا، هسيب هنا مثلا، هسيب هنا 2 سنتي كده عشان بس اوريكي المسافه، وبعد ال 2 سنتي دول هاخد كده بالشكل ده العرض بتاعي 15 سنتي او 14 سنتي مناسب جدا، وهسيب كمان بعدها 2 سنتي زي ما انا عامله كده، وهشيل اي زياده بالشكل ده، تمام؟ هروح جايبه الكم بتاع الجيب بتاعي كده بالشكل دوت اللي انا قصيته، وهعمل دي كده، وهخيط القلابه دي اللي انا هعملها دي، هخيطها على الكم، الكم نفسه، على عماله مصممه اقول الكم، يمكن عشان اول مره اعمل معاكم الجيب فمصممه اقول الكم. طيب
طيب بعد ما عملت كده هروح اهو ده شكلها. دلوقتي بعد ما خيطت الجزئيه دي كده هنا بالشكل ده، خيطتها في الجيب كده بالشكل دوت، هعمل حاجه اضافيه للمبتدئات جدا. حضرتك هنا اخدتي المسافه من هنا لحد هنا 14 سنتي او 15 سنتي اللي هم عرض الجيب، عرض الجيب، وعملتي علامه وعملتي علامه، وسبتي 2 سنتي للخياطه او 1 سنتي، يعني سبتي من بره العلامه دي 2 سنتي او 1 سنتي، تمام؟ يمين وشمال طبعا. المبتدئات جدا بقى هروح جايه على العلامه اللي انا عملتها دي وهخيط خياطتين. 3 غرز كده. اهو. هخيط هنا كده. دي حاجه للمبتدئه قوي. علشان تطلع شغل بروفيشنال، تمام؟ هعمل كده ليه؟ عشان اعلم عرض الجيب قد ايه، فانا علمته من هنا ومن هنا بال 3 سم ده اللي انت شايفاها دي، اهي 3 سم يعني، عفوا الثلاث غرز دول اهو اهو، ثلاث غرز اهو، تمام؟ هروح جايبه بعد ما خلصت القلابه كده بالشكل ده، هجيب الجسم اللي انا هشتغل عليه وهبدا اشتغل. هحط اللي فيها القلابه دي من تحت كده اهي، من تحت كده، تمام؟ وهشتغلها، هشتغل عليها على العلامه اللي انا اخدتها وانت شفتيها. هحط كده، لازم اعمل فرماتورة طبعا، فرماتورة يعني بعيد على الغرزة كده بالشكل ده لحد العلامة اللي انا اخداها اهو، اخد فرماتورة سهلة كده. كتير منكم طلبوا مني الجيب ده وهو سهل وبسيط جدا. شايفة عملت كده خلاص؟ هروح جاي الطرف الثاني كده بتاع الجيب وهعمله كده. طيب قبل ما اخيط هنا، قبل ما اخيط هنا خليني بس اظبط دي كده شويه. لما حاجه اخيط الجزئيه دي كده يعنيني ان عرض القلاب ده اللي هو كان 2 سم او 3 سم او اي مكان يكون هو المسافه من الخياطه لهنا لهنا. طيب هعمل كده، هجيب زي ما انت شايفه كده، هجيب دي احطها كده عليه بالشكل ده. عندك دبوس حبه تثبتيها اهي، ثبتيها. عايزه تاخدي المسافه اللي هي 2 سم، خدي من الخياطة، علمي كده من الخياطة لحد هنا 2 سم. دي بقى طريقة سهلة جدا علشان تقدري، أنا شايفة 2 سم، آدي ال 2 سم، وآدي الخط اللي أنا كنت أخداه عشان أقول لنفسي انتبهي أنت هتاخدي آدي كمان علامة ال 2 سم. خط العرض اللي أنا أهو، خط العرض ده اللي أنا كنت أخداه هنا باخده هنا وبقيس ال 2 سم بالظبط، ادي ال 2 سم كمان. خلاص يعتبر الجيب خلص مني سهل وبسيط ومفيهوش مشكله. هروح جاي على العلامه اللي انا خدتها كده وسقط الابره واشتغل واعمل فرماتوره. كده بالشكل ده وهشتغل على العلامه اللي انا اخدتها. حضرتك طبعا هتعلميها كلها. الغرزة الأخيرة دي لازم تحركي الطارة بتاعت المكنة بإيديكي لأن مش هتقدري تتحكمي فيها. طيب بعد ما عملت كده هروح قلبة دي كده، إيه اللي هيحصل هنا عشان أنا خدت شغل مظبوط، عملت شغل مظبوط أهو. لما أجي أقيس المسافة دي تطلع لي 2 سم زي ما أنت شايفة كده، شايفة 2 سم زي ما أنت شايفة أهو، آدي بالظبط شايفه
بتعملي كده تتاكدي ان انت شغلك تمام. خلاص هتروحي جايبه دي كده المقص عامله كده، وهتشوقي لحد قبل الاخر كده بسنتي بس، تجيبي على كده بالشكل ده بزاويه، تروحي قصه بزاويه كده. خليني اعملها لك بالقلم. هتيجي هنا وهتعملي كده بالمقص، وهتعملي كده بالمقص، تمام؟ هادي كده، ادي كده على القلم، قلمة القلم اهو، وادي علامة القلم كمان. تمام؟ هعمل كده، هبدأ أقلب الشغل بتاعي كده على الداخل كده، وأظبط شغلي، بعدل كده، عشان يكون هو ده الشكل العام. هنا وانا شغاله لاحظت ان عندي بنسه هنا، اوعي تشتغلي وفي بنسه هنا، معناها ان الشق مش واصل للاخر. كل اللي حضرتك هتعمليه اللي هي دي شايفه كده، هتروحي قلباها بالشكل ده، هتلاقيها الشقه بتاعتها. بصي انا مش موصلاها للاخر اهي، شايفه؟ هروح بس عامله دي كده ونوصلها كده للاخر كده بس بالشكل ده عشان تتظبط معايا. اتاكدت ان انا شغلي مظبوط ومش محتاج يتشق ومش محتاج يتعمل فيه اي حاجه، هروح جايه عامله كده بالشكل ده، منزله القلابه دي من فوق دي اللي هو الجيب، هنزلها كده بالشكل ده المنظر ده كده، واعدل القلابه. شايفه كده؟ كده بظبط، بظبط كده. لو حضرتك عايزه تاخدي سن ابره هنا عشان تميني ده ممكن، لو حضرتك عايزه تخيطيه يعني تكويها ممكن. في اوقات بنجيب جواكت ما بيكونش فيها خياطه خالص، ما بيكونش فيها خياطه خالص، فبعمل ايه؟ بعد ما عدلت كده طلعت كده بالشكل ده، ظبطت الجيب كده بالشكل ده، هروح جاي على الجزء اللي فوق ده من الزاوية اهو، من الزاوية من اخر نقطة، وهبدأ اخيط كده اظبط، شايفة؟ بفتح الخياطة كده اهو، الجزء اللي فوق كده. اذا حبيت ما حبيتش خلاص، في حاجه بلاقي فيها خياطه بجيب موديلات، الاقي فيها خياطه كده وموديلات ما بلاقيش، تمام؟ بعد ما عملت كده شلت كده الدنيا اتظبطت، شايفه شكل الجيب اهو ده الشكل العام اللي لازم يطلع معاكي، تمام؟ هاتي بقى الجيب كده بالشكل ده، بعد ما عدلتي وظبطتي الدنيا كده مظبوطة كده زي ما انت شايفة كده، ممكن هنا اهي ترفعي الجزئية دي كده، شايفة؟ ترفعي دي كده بالمنظر ده، حطي ايدك على اللسان، هاتي الجاكيت كده وهاتيه كده بالشكل ده عشان تحكمي السبعة دي اهي، واشتغلي براحتك ما فيش مشكلة. ادي فرماتورة، ادي السبعة دي اللي انا بخلطها والداخل، كده هفتحها واقلبها كده اشوف المنظر ده قدام مني. بصي كده اهو، تمام؟ هروح معدله كده الكم، دي اخر مرحله انا هقدر اشتغل فيها واظبط كده من
مظبطه اهو. طبعا قبل ما اقول لك، القلابه دي بيتحط فيها فازلين، تحطي فيها فازلين علشان يعني تبقى يابسه، تمام. بعد ما عملتي كده وظبطتي كده الكم خالص، هتروحي جايه كمان عامله دي كده، السبعه دي كده بالشكل ده، واهو هروح عليها كده، هعمل كده وهخيط السبعه دي كمان. شايفه؟ افتحها كده واظبط. ادي يا ستي، ادي الكم، ادي مصممه على الكم على كده. ده شكل القلابه، ده شكل الجيب. ممكن انا قبل ما اخيط الجزئيه ديت اللي هي تحت، قبل ما كنت اثبتها، كان ممكن كمان اثبت دي، يعني ارض، كان ممكن كمان ترفعي الجيب من هنا من تحت كده وتثبتيه، يعني تشدي دي كده وتثبتي الجيب مع القلابه، تثبتي الجسم مع القلابه دي. انا مش بحبه بس برضو هعمله عشان تشوفيه اهو. رغم ان انا يعني ما عملتهوش وهو مفتوح، كان المفروض الحركه دي تتعمل قبل ما تقفلي الجوانب، بس ماشي اهو، مش هنخسر حاجه عشان تبقي كده بالشكل ده اهي، عشان اقول لكم الخياطه سهله ومرنه. شايفه كده من هنا. الخياطه دي لازم تكون حره، يعني تكون على الجزئيه اللي فوق دي بس، تمام، على الجزئيه اللي فوق، والا انت لو خلصتي الجيب وجيتي خيطتي الخياطه دي فانت هتقفلي الجيب تماما، فدي لازم تبقى حره. يعني الخياطه اللي هتخيطيها هنا سن الابره دوت او الشينه دي لازم تبقى على الجزء اللي فوق بس، خلاص. طيب حبيتي تقفليها كده المربع كامل قفليها، ما حبيتيش تعملي الخياطه دي ما تعمليهاش، انا بحسها ان هي اشيك بدون خياطه، تمام. بعد ما عملتها كده زي ما انت شايفه كده اهو، ظبطت كده كده، هروح جايه بقى ماسكه الجيب ومقفلاه خالص مع بعضه، وهقفله كمان بالاوفر اهو. عايزه تعمليه بيضاوي، حتى تعمليه كتير على حسب القماش اللي موجود عندك او على حسب اللي انت حابه تعمليه. حابه تعملي كده مثلا اهو، اي مكان، المهم ان هو هيتقفل بالشكل ده. ده هيكون شكله من الداخل، ده هيكون شكله من الخارج اهو، شكله شايفه اخد ايديا، ايديا مرتاحه، شايفه ايدي مرتاحه ازاي. ده هيكون شكل الجير. يا رب يكون سهل وبسيط عليكم. شكرا وبشوفكم في الفيديو القادم.